يلا يا دكاترة هنسمي الله. مش عايز صوت؟ مش عايز صوت؟ سامعني كويس؟ عبد السلام. اوكي؟ طيب. هنسمي الله يا دكاترة وهنبدأ مع بعض النهاردة نتكلم في الكراش كورس أو المراجعة بتاعتنا على موديول 104. وطبعا بداية المراجعة بتاعتنا يا دكتور هنبدأ بالريسبيراتوري سيستم فيسيولوجي. معنى كلمة ريسبيراتوري سيستم تعني الجهاز التنفسي. يعني يا دكتور ربنا بيخلق لنا اجهزه في جسمنا، زي مثلا ما اخذنا في الشرح الاساسي الكارديو فاسكولار سيستم، زي ما هتاخد بعد كده الجهاز الهضمي، زي دلوقتي الجهاز التنفسي وهكذا. سامعين كويس صح؟ وبالتبعيه يا دكتور، يلا يا ابني الله يكرمك يا ابني. تعالى بقالك ساعه بره، اقعد. محمد اقفل الباب، ما تدخلش حد تاني خلاص. او بص اللي يدخل يقعد هنا، ما حدش يجري هنا خالص. اقفل الباب يلا. مش عايز صوت بعد اذنكم بقى، يلا. الناس تساعدني عشان اقدر اساعدكم. خلاص؟ يبقى احنا هنتكلم النهارده بداية عن الريسبيراتوري فيسيولوجي. يعني ايه يا دكتور كلمة ريسبيراتوري فيسيولوجي؟ هقول لك ازاي حضرتك بتتنفس، وايه فائدة عملية التنفس، واحنا يا دكتور بنتنفس ازاي؟ خلاص؟ هو ده يا ابني اللي احنا هنتكلم عنه في التشابتر بتاعنا. وقبل ما اتكلم معاك يا معالي الدكتور المحترم، هقول لك لو انا جيت سألتك يعني ايه ريسبيريشن او تنفس، ممكن يكون في دكتور كده محترم يعرف يجاوب عليا، واحد كفتة زي ما قلنا. لو حد فاهم يا دكتور هيقول لي عملية التنفس دي تنقسم إلى كام قسم؟ إلى قسمين. في حاجة يا دكتور اسمها external respiration، وفي حاجة اسمها إيه؟ internal respiration. تمام؟ وفي واحد كفتة ممكن نرد عليه يقول لي يا دكتور عملية التنفس أو respiration تعني هواء داخل وهواء خارج. لو جبت ممدوح اللي ماشي في الشارع قلت له يعني ايه تنفس؟ هيقول لي شهيق زفير. لكن انا بتكلم معاك راجل دكتور دلوقتي، يعني ايه يا دكتور ريسبيريشن؟ هتقول لي ينقسم الى اكسترنال ريسبيريشن وانترنال ريسبيريشن. وتعالى ابدا معاك بقى زي ما احنا كنا بنبدا زمان بالانترنال ريسبيريشن. اتفقت معاك ان ده الكارديو فاسكولار سيستم، حيث اللي قدام سيادتك ده القلب. القلب يا دكتور طالع منه من الليفت فينتريكل شريان كبير اسمه ايه؟ اورطة. الاورطة ده يا دكتور بيروح يغذي كل الخلايا والانسجه بتاعه الجسم. يعني انا لو قلت لسيادتك في هنا مجموعه من السيلز او الخلايا، حضرتك ما عندكش مشكله، دي سيلز او خلايا اهي، فاي مشكله؟ طب الخلايا دي يا دكتور بتعمل ايه؟ بتاخد من الدم اكسجين ومواد غذائيه عشان الخلايا تشتغل وتقوم بالعمليات الحيويه بتاعتها. ونفس الخلايا دي بعد ما تاخد الاكسجين والمواد الغذائيه بينتج عنها حاجه اسمها ايه؟ كربون دايوكسيد، اللي هو ثاني اكسيد الكربون. كربون دايوكسيد او ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. طيب ثاني اكسيد الكربون ده بيطلع ومعاه فضلات خارجه من الخليه. الخليه يا دكتور الدم اللي طالع من عندها بيمشي في الفين، بيمشي فين؟ في الفين، شايفين كويس؟ شايفينها كويس؟ طيب الدم بيمشي فين يا دكتور؟ في الفين. طب بيمشي في الفين عشان يرجع تاني للقلب. القلب بقى بيعمل ايه؟ بيرجع الدم للرايت سايد اوف ذا هارت، اللي هو الناحيه اليمين في القلب. الناحيه اليمين في القلب دي الدم بيرجع لها عشان الدم يرجع للرايت اتريوم ثم الرايت فينتركل. بعد كده القلب ده بيكونتراكت او بينقبض عشان الرايت فينتركل يضخ الدم للتو لانجز. يعني الدم دلوقتي راح للرئتين يا دكتور قدام حضرتك اهو. طب الدم لما راح للرئتين ايه اللي حصل بعد كده؟ حضرتك تاخد نفسك، دخلت هواء في اكسجين بشكل اساسي. طب حلو، هو الدم ده مشكلته ايه اللي هو رايح للرئه؟ ان هو معاه ثاني اكسيد الكربون وعايز اكسجين. فاول حاجه بنعملها ان احنا بنطرد ثاني اكسيد الكربون، تطرده بره. طب والحاجه الثانيه المهمه يا دكتور ان الرئه تدي الدم ايه؟ اكسجين.
بعد كده يا دكتور الدم ده لما يشبع بالاكسجين في الرئه يسمى ايه؟ اوكسجينيتد بلاد. الدم الاكسجينيتد ده كان بيرجع مره اخرى للقلب، ولكن كان بيرجع في انهي ناحيه؟ في الناحيه الشمال من القلب، وخصوصا كان بيرجع من خلال البلمونري فينز بتاع الاناتومي، عشان يرجع في فين؟ في الليفت ايه؟ في الليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم ينزل لليفت فينتريكل، والليفت فينتريكل يضخ الدم تاني في الاورطه عشان يروح للخلايا، يدي الخلايا اكسجين، ياخد منها ثاني اكسيد الكربون، بعد كده الدم يرجع تاني للقلب، ومن القلب للرئه علشان يحصل عمليه تبادل غازات في الرئه، وتبادل غازات عند الايه؟ عند الخلايا. ومن هنا يا ولدي هقول لك، كما انك تتنفس الخلايا بتاعه جسمك دي بتتنفس، بتاخد اكسجين وبينتج عنها ثاني اكسيد الكربون. طب النفس اللي موجود على مستوى الرئه من بره، تاني النفس اللي موجود على مستوى الرئه من بره اللي هو هواء داخل وهواء خارج، ده بسميه اكسترنال ريسبيريشن. يسمى ايه؟ اكسترنال ريسبيريشن. وده يا دكتور بنطرد ثاني اكسيد الكربون وبناخد ايه؟ اكسجين. طب يا دكتور على مستوى الخلايا بيحدث ايضا تبادل غازات، ولكن ما بين الدم والتشو او النسيج دوت، بندي التشو او النسيج اكسجين وناخد منه ثاني اكسيد الكربون، وده يسمى انترنال ريسبيريشن. صعب الكلام ده؟ في مشكله؟ طيب يا دكتور اقول لك نعم. هقول لك يا دكتور يا محترم، هو الاكسترنال ريسبيريشن ده بينقسم لكام مرحله؟ تعال بص معايا. اول مرحله بينقسم ليها هقول لك يا دكتور تهويه الرئه، اللي هو هواء داخل وهواء خارج، دي حاجه بسميها بالمونري فنتيليشن. انت عارف يا ابني يعني ايه كلمه تهويه؟ لما اجي اقول لك تعال نهوي القاعه او الغرفه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، معنى كلمه تهويه ان يكون في هواء داخل وهواء خارج. عارف لو هواء داخل، لو هواء داخل بس دي ما تعتبرش فنتيليشن او تهويه. معنى تهويه عندنا في الفسيولوجي ايه؟ ان في هواء داخل وهواء خارج. طب هل الرئه دي يا دكتور في هواء بيدخل وهواء بيخرج؟ اه، الهواء اللي دخل اثناء الشهيق او الانسبيريشن، وفي هواء برضه بيخرج اثناء ايه؟ الزفير او الاكسبيريشن. يبقى اول خطوه عندك يا دكتور في الاكسترنال ريسبيريشن هي تهويه الرئه دي. هي يا دكتور؟ تهويه الرئه. طب لما الرئه تتهوى دي يسمى بالمونري ايه؟ فنتليشن. طب ما هو هدف التهويه دي؟ احنا ليه يا دكتور بنهوي الرئه؟ هقول لك يا دكتور يا محترم، علشان نعمل حاجة اسمها جاز اكستشينج، اللي هو تبادل ايه؟ غازات. ولكن خلي بالك من حاجة يا ولدي العزيز، تبادل الغازات ده بيحدث ما بين مين ومين يا ابني؟ بيحصل يا دكتور ما بين اللنج وما بين البلد. الدم اللي رايح للرئة بيدي الرئة ايه؟ كربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون، وبياخد من الرئه اكسجين. ده جاز اكستشينج على مستوى ايه؟ على مستوى اللنج. حد معترض؟ الكلام ده صعب؟ انت متاكد انك مسجل؟ طب حلو، ربنا يستر والله. ماشي. بعد كده يا دكتور هقول لك ايه؟ حدث تبادل غازات على مستوى الرئه واللنج. الدم ده هيرجع مره اخرى عن طريق البالمونري فينز الى مين؟ الى الهارت او القلب. علشان يا دكتور يا محترم يتم ضخ الدم ده مرة أخرى إلى إيه؟ إلى الأورجنز والتيشوز والخلايا المختلفة. عايز تقول لي إيه؟ عايز أقول لك إذا كمان يا دكتور الدم عندك في جسمك بيشتغل كإيه؟ حامل، ترانسبورتر، شيال للأكسجين وثاني أكسيد الكربون. يبقى المرحلة اللي بعد كده اللي هتكلم عنها في الإكسترنال ريسبيريشن أن هناك عملية ترانس بورت للاكسجين وللكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون. حد يقدر يقول لي يا دكتور هو الدم بيشيل اكسجين منين لمنين؟ هتقول لي بيشيل الاكسجين من الرئه الى القلب ومن القلب الى الخلايا. صعب الكلام ده؟ في مشكله؟ تاني الدم بيشيل اكسجين منين؟ بياخد الاكسجين من الرئه، ومن الرئه بيرجع تاني للهارت او القلب، عشان القلب يضخ الدم اللي فيه اكسجين للخلايا. يبقى كمحصله هقول لسيادتك ان البلد بيعمل كترانسبورت ميديا، كوسط حامل بيشيل الاكسجين يا دكتور من الرئه الى القلب ثم الى
الخلايا. ولما اجي اسالك يا وحش واقول لك يا حبيب قلبي الغالي، طب فين اكسيد الكربون؟ الدم بيشيله من اللي منين؟ هتقول لي بيشيله من الخلايا او السيلز حيث الفضلات الى القلب، ومن القلب الى الرئه عشان يطرد بره الجسم اثناء الزفير او الاكسبيريشن. ده عمليه الترانسبورت. صعب الكلام ده؟ في مشكله؟ طب حلو قوي. المرحله اللي بعد كده عمليه الترانسبورت، قال لك في عمليه اكستشينج اخرى بتحصل. عمليه ايه؟ اكستشينج. في جاز اكستشينج، ولكن على مستوى مين؟ التشو او النسيج، حيث بندي التشو اكسجين وبناخد منه ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. السؤال الجوهري هنا بالنسبه لي، هل ربنا خلق الجهاز التنفسي فقط من اجل ان احنا نطرد ثاني اكسيد الكربون وناخد اكسجين؟ الاجابه هي لا. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني انا عندي وظائف اخرى للجهاز التنفسي او الريسبيراتوري سيستم غير التنفس. في حاجه اسمها نون ريسبيراتوري فانكشنز، هتكلم عن ايه يا دكتور؟ حاجه اسمها ايه؟ نون ريسبيراتوري فانكشنز. يعني ايه بقى نون ريسبيراتوري فانكشنز؟ يعني تاني وظائف للجهاز التنفسي غير الهواء اللي داخل والهواء اللي خارج يا تركي. صعب الكلام ده؟ طيب ايه هي الوظائف دي يا دكتور؟ قال لك اول حاجه الحفاظ على الاسيد بيز بالانس. وتعالى بقى افكرك بالشرح واشرح لك تاني بالتفصيل. دكتور يعني ايه اسيد بيز بالانس؟ يعني مصطلح غريب عليا شويه ولا يهمك. عارف انت من البايوكيمستري ان البي اتش بتاعت الجسم ينفع تتغير ولا لازم تبقى ثابته؟ لازم تبقى ثابته. طب حد يفكرني عشان انا ناسي، هو البي اتش بتاعت الجسم المفروض تبقى كام؟ البي اتش المفروض في النورمال 7 وكام؟ 7.4، ينفع تزيد او تقل؟ لا. طب هل الجهاز التنفسي يقدر ياكت او يتصرف كبفر سيستم ويحافظ على البي اتش دي؟ هقول لك اه. والسؤال هنا من البايوكيمستري، وبرضه واخد لك الكلام ده في الفسيولوجي بالتفصيل، هو اصل ثاني اكسيد الكربون جوه جسمك ايه؟ اسيد. ممتازه. طب الاسيد ده يا دكتور لو انا اتحكمت في مستوى الاسيد ده جوه جسمي اقدر اعمل عمليه ريجوليشن او تنظيم للاسيد بيس بالانس؟ لا مش فاهم يا دكتور. تعال اقول لك بالتفصيل بقى. انا اتفقت معاك من شويه ان خلي بالك من حاجه، ثاني اكسيد الكربون اللي هو الكربون دايوكسيد اصله في الدم ايه؟ اسيد. ده فين؟ في الدم. حد فاكر ليه؟ لان ثاني اكسيد الكربون كان بيتفاعل مع الميه يكون H2CO3، يتفكك يكون H ايون. ده بايوكيمستري. يبقى ثاني اكسيد الكربون اللي اسمعه بيتنفس همرجحه، ولن اتردد لحظه واحده ان انا اعلقه من لغلغه على باب القاعه هنا. خلاص يلا تمام ماشي. وبالتبعيه يا دكتور اسيد بيس بالانس يعني ايه اسيد بيس بالانس؟ الحفاظ على البي اتش. ازاي الجهاز التنفسي بيحافظ على البي اتش؟ تعالى اقول لك يا دكتور، لان انا بحافظ على البي اتش عن طريق التحكم في مستوى الاسيد في الدم. طب هل الجهاز التنفسي يقدر يتحكم في مستوى ثاني اكسيد الكربون في الدم؟ اه بكل بساطه يا دكتور، لو انا عايز اطرد ثاني اكسيد الكربون كتير كده بعمل ايه؟ بطرد ثاني اكسيد الكربون كتير فاطرد اسيد كتير، فالاسيد في جسمي يقل واتحكم في ايه؟ في البي اتش. طب ده بيحصل امتى؟ لو الاسيد في جسمك زاد ثاني. لو ايه حصل؟ لو الاسيد في جسمك زاد، ده كانت حاجه بسميها ايه؟ اسيدوزيس. حالات الاسيدوزيس ديت يا حبيب قلبي الغالي، كنت انت محتاج تحتفظ بالاسيد ولا تطرده؟ انت عندك الاسيد زياده يالا، يبقى تخزن الاسيد عندك؟ لا، اطرد الاسيد ده. طب انا هطرد الاسيد دوت يا معالي الدكتور عن طريق ان انا ازود معدل التنفس، ازود الريسبيراتوري ريت، وبالتبعيه اطرد اسيد كتير وارجع البي اتش للنورمال او الطبيعي. طب والعكس صحيح؟ لو الاسيد في جسمك قليل، لو ليه؟ الاسيد في جسمك قليل، يبقى انت عايز تطرد الاسيد؟ ده هو عندي قليل، ده انا عايز احتفظ بالاسيد جوه جسمي، يبقى تطرد ثاني اكسيد الكربون؟ لا. عارف نفسك يبقى عامل ازاي؟ ايه ده؟ معدل التنفس قليل،
يبقى انت بتطرد ثاني اكسيد الكربون اقل، فتحتفظ بالاسيد في جسمك عشان هو كان قليل. يبقى انت اقتنعت دلوقتي ان يا دكتور الريسبيراتوري فانكشنز او نون ريسبيراتوري فانكشنز اول حاجه فيها الحفاظ على الاسيد بيز بالانس اللي هو الحفاظ على البيتش. حد معترض؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب الحاجه الثانيه، بيقول لي سيادتك ان الجهاز التنفسي ده له وظيفه بروتكشن، يعني حمايه. حمايه لمين؟ لجسمك بشكل عام. هو الهواء اللي انت بتتنفسه ده جاي منين؟ من الشارع. يعني الهواء اللي انت بتتنفسه ده وارد جدا يا دكتور يا محترم ان يكون فيه فورم بادز، يكون فيه مايكروبز، يكون فيه جراثيم، يكون فيه بلاوي سوداء. هل ينفع كل الحاجات دي تدخل بشكل مباشر على الرئه؟ لا. ولذلك ربنا خلق لك الانف اللي هو النوز، بعد كده الفارنكس، لارنكس، تراكية، شجره كده اسمها برونكيال تري محترمه. عارف كل ده هدفه ايه؟ ان لو دخل اي جسم غريب يطلقته وهو لسه ما وصلش للرئه. طب نلقطه عن طريق مين؟ قال لك نلقطه يا دكتور عن طريق المجرى التنفسي ده، لان المجرى التنفسي دوت انا اتفقت معاك قبل كده انه كان مبطن من جوه بحاجه اسمها ميوكس اللي كان اسمها المخاط، صح ولا مش صح؟ فلما يدخل يا دكتور مثلا اتربه، بارتكلز، فورم بودي، الحاجات الغريبه دي لما تيجي تدخل يا معالي الدكتور المحترم وتمشي في المجرى بتاع التنفس هتلزق في الميوكس. طب لما تلزق في الميوكس يبقى كده نزلت للرئه؟ لا. طب هل هتفضل موجوده في مكانها؟ قال لك برضه لا، عندك اهداب اسمها ايه؟ اسمها السيليا. طب السيليا بتعمل ايه يا دكتور؟ السيليا يا دكتور بتشتغل وتطرد الميوكس بالاجسام الغريبه اللي فيه وتطردها بره الجسم. صعب الكلام ده؟ في مشكله؟ طيب دي تاني وظيفه. طب بص كده معايا يا دكتور، تالت وظيفه بقى يا بتوع الكارديوفاسكولار، هل عمليه التنفس ليها علاقه بالفينوس ريتيرن؟ مين يقدر يفكرني ويقول لي يا دكتور؟ قول يا سلمى. ممتازه، ما تكمليش خلاص مذاكره. قالت يا دكتور، قالت يا دكتور انا لما اجي اخد النفس بتاعي او اعمل انسبيريشن كان الضغط جوه القفص الصدري بيحصل له ايه؟ بيقل عشان الهواء يدخل من بره لجوه. طب ثواني، الضغط جوه القفص الصدري اصبح قليل اثناء الانسبيريشن اللي هو الشهيق. طب هو القلب موجود فين؟ جوه القفص الصدري، وبالتبعيه يا دكتور الضغط القليل ده ينتقل الى الحجرات بتاعه الهارت او القلب. فده يا دكتور يساعد في رجوع الفينوس ريتيرن اكتر واكتر. ولذلك كنت بقول لك في الكارديو فاسكولار ايه؟ ان خلي بالك من حاجه، اثناء الانسبيريشن كان بيحصل ايه في الفينوس ريتيرن؟ بيزداد الفينوس ريتيرن عشان الضغط هنا بيصبح اقل، فالدم يرجع بكميه اكبر، لان الدم بينتقل من الضغط الاعلى للضغط الايه؟ الاقل. والضغط هنا فوق اثناء الانسبيريشن هيكون اقل اكتر واكتر. صعب الكلام ده؟ يبقى حتى الان قلنا كام وظيفه، اول حاجه يا دكتور الحفاظ على البي اتش، ثاني حاجه بروتكشن او حمايه، تالت حاجه ايه؟ بيساعد او هيلب الفينوس ايه؟ هيلب الفينوس ريتير. رقم اربعه، حاجه عبيطه جدا، اولفاكشن. يعني ايه اولفاكشن؟ الشم. هو انت بتشم عن طريق مين؟ النوز او مناخيرك. طب هي النوز دي جزء من انهي سيستم في جسمك؟ ريسبيراتوري سيستم. طب انا ليه يا دكتور بشم عن طريق النوز؟ انت عارف انت بتشم ازاي؟ في ريسبتورز للشم، في اسمها اولفاكتوري ريسبتورز. اسمها يا ابني الاولفاكتوري ريسبتورز دي موجوده عندك في النوز من ورا، بتشتم الروائح اللي حضرتك قريبه من مناخيرك. طب انا اللي عرفني بقى، ندردش مع بعض شويه، اللي عرفني مثلا يعني ان ده يعتبر ريحه اكله معينه انا عارفها، وده ريحه بيرفيوم معين انا بحبه وعارفه، وده ريحه معفنه ما بطقهاش، ازاي احنا بنعرف؟ المخ او البريم. وانت عيل صغير لسه بتصحى فعلا، انت ما تفرقش ما بين حاجه، فانت تشم رائحه يعني تحس انها وحشه، واللي حواليك يقول لك ان دي ريحه وحشه، فايه اللي يحصل؟ فالقشره المخيه عندك تخزن ان الريحه دي وحشه، فلما تشمها تاني العصب الشمي يطلع للمخ يقول له خلي بالك فاكره الريحه دي، تقول له اه وحشه، فانت تشمئز. طب ثواني، يعني عمليه الشم دي مش بس في الانف، يلا ده انت علشان تشم لازم الاشاره تصل الى المخ. وبالتبعيه يا معالي الدكتور المحترم هقول لسيادتك ايه؟
طب الريسبتورز اللي بتحسي بالشم دي موجوده فين؟ في النوز او الانف. طب والنوز او الانف ده جزء من الاريتاج من الجهاز التنفسي او الريسبيراتوري ايه سيستم، وبالتالي وبالتبعيه يا معالي الدكتور المحترم النوز او الانف جزء من الريسبيراتوري سيستم مسؤول عن عمليه الالفكشن او الشم، ودي عمليه غير تنفسيه. صعب الكلام ده؟ طيب ده احمد بالزنجبيل ليفل. طب رقم يا دكتور خمسه. رقم خمسه الوظيفه برضو غير تنفسيه، بيقول لك فوكاليزيشن. عارف يعني ايه فوكاليزيشن؟ اصدار الكلام. يعني ايه فوكاليزيشن؟ اصدار الكلام. انا بتكلم قدام سيادتك دلوقتي يا ولدي العزيز، قاعد بتكلم معاك صح؟ وانا بتكلم ازاي؟ عن طريق ان في احبال صوتيه او فوكال كورد موجوده كده في حاجه اسمها اللارينكس او الحنجره، الاحبال الصوتيه دي بتهتز. طب وانا برضو يا دكتور بتهتز امتى؟ مع خروج الهواء. فاكرين الكلام ده؟ طب ثواني دكتور، متاكد انه مع خروج الهواء بس؟ هقول لك اه. ولو عايز تتحداني، حد فيكم يقدر يقول ربع كلمه هو بياخد نفسه؟ هديله 1000 جنيه دلوقتي. صح؟ في حد عامل يعمل كده ورا؟ ولا في حد يقدر يتنفس وهو بياخد نفسه؟ يقدر يتكلم اسف وهو بياخد نفسه؟ لا طبعا ما تقدرش. امال احنا بنتكلم ازاي؟ وانت بتخرج نفسك يا ولدي العزيز، مع خروج النفس حضرتك كمان بتتحكم في كمية الهواء اللي بتخرج، بتتحكم في ايه؟ فمثلا عايز اعلي صوتي هخرج هواء اكتر واعلي الصوت. فاهم قصدي؟ ولما اتحكم في كمية الهواء اللي بتخرج هعمل اهتزازات انا بتحكم فيها في الاحبال الصوتية او الفوكال كوردز. وبالتالي وبالتبعية يا حبيب قلبي الغالي المحترم، ايه اللي يحصل؟ يصدر الفوكاليزيشن او الكلام. طب هو الاحبال الصوتيه دي موجوده في مجرى التنفس او لا؟ او موجوده في مجرى التنفس، بس هل دي وظيفه تنفسيه؟ لا، الكلام دي نون فانكشنال او نون ريسبيراتوري فانكشنز. صعب الكلام ده؟ يبقى فوكاليزيشن صعب. طيب بعد كده الوظيفه رقم 6 يا دكتور، بيقول لك ان الجهاز التنفسي يقدر يعمل حاجه اسمها ووتر بالانس. طب اسيد بيس بالانس وحفاظ على البي اتش وفهمناها، يعني ووتر بالانس. يعني اقول لك حاجه حلوه، لو جبت مرايه، او يا عم بلاش مرايه، لو انت جيت عملت على ايدك كده في بخار ميه بيطلع معاك مع النفس ولا لا؟ لو طول الوقت، ايوه طول الوقت. فانت لو الميه في جسمك كتير بشكل اساسي، خلي بالك من حاجه، ما تفتكرش ان الميه الزياده في جسمك حاجه حلوه، برضو وحش. فاهمني؟ مثلا يعني جسمك يلا مش مخزن، انت مش جمل، جسمك ده ما بيخزنش الميه. ففرضا يعني لو انت محتاج ميه وعطشان، خلاص هتشرب واستغل الفرصه ايه واشرب. طب لو انت جيت شربت 4 لتر ميه دلوقتي، تقدر ولا ما تقدرش؟ تقدر عادي كده. اشربهم لك دلوقتي؟ ما اقدرش. ليه يعني؟ هشرب 4 لتر ميه بس كلها ربع نص ساعه، وايه اللي هيحصل؟ هتدخل الحمام وتنزل المايه دي، ما انت مش جمل، جسمك ما بيخزنش المايه. بس من ضمن الطرق اللي جسمك بيطرد منها المايه دي هو في الاكسبايريشن او بخار المايه اللي بيطلع اثناء الزفير. صعب الكلام ده؟ يبقى هل الجهاز التنفسي ليه وظيفه في التحكم في مستوى المايه في الجسم؟ هي طبعا بنسبه صغيره بس برضه موجوده. صعب الكلام؟ طيب والوظيفة رقم 7 بقى، وانت برضو هتقولها، ريجوليشن اوف الايه؟ التمبريتشر او درجة الحرارة. ايه يا دكتور علاقة الجهاز التنفسي بدرجة الحرارة؟ هقول لسيادتك حضرتك يا دكتور، وانت بتتنفس بتاخد نفسك عادي جدا. طب وانت بتخرج النفس، حط ايدك وجرب معايا، طول الوقت نفسك سخن. نفسك ايه؟ سخن. لازم تكون فاهم ان جسمك ده عبارة عن مجموعة من الماكينات اللي شغالة طول الوقت. الخلايا اللي شغاله في جسمك دي بتستهلك الطاقه وتكسر الطاقه وينتج ايضا ايه؟ حراره. يبقى جسمك لازم بيشع حراره طول الوقت. من ضمن الطرق بتاعت فقد الحراره هو عن طريق الجهاز التنفسي او الريسبيراتوري سيستم. بتطرد حراره يا دكتور مع الزفير او الاكسبايريشن. صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ طيب ده يا دكتور حاجه اسمها نون ريسبيراتوري ايه؟ نون ريسبيراتوري فانكشنز. في بقى وظيفتين كمان انتوا عارفينهم،
ايه هما يا دكتور؟ بص معايا، نرجع لمدول 102، هقول لك رقم 8 ورقم 9، اخر وظيفتين معلش. حد فاكر يا دكتور ان احنا قلنا ان في خلايا اسمها زمان ماست سيل؟ الماست سيل ده كانت بتطلع ماده انتي كواجيولانت، كانت بتطلع ماده ايه؟ طب الماده الانتي كواجيولانت دي حد فاكر كان اسمها ايه؟ الله ممتازين، كان اسمها هيبرين. والماده دي كانت ايه؟ انتي كواجيولانت، يعني تمنع حدوث مين؟ تمنع حدوث الجلطات. طب هي الماست سيل دي موجوده فين بشكل اساسي؟ في الجهاز التنفسي. يبقى هل يا دكتور الريسبيراتوري سيستم له انتي كواجيولانت فانكشن؟ اه، بفضل احتوائه على مين؟ ماست سيل. صعب الكلام؟ في مشكله؟ طب حلو، طب اجي ابهرك شويه. طب هل الجهاز التنفسي يتحكم في ضغط الدم؟ اه، الناس اللي ذاكرت فاسكولار، مش احنا قلنا ان اللانج كان بيطلع منها انزيم اسمه انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، قلناه ولا ما قلناهوش؟ طب والانجيوتنسين كونفرتنج انزيم كان بيطلع من الرئه عشان يحول الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2، والانجيوتنسين 2 كان بيروح يرفع ضغط الدم، وانت عارف. لو مش عارف ما ولا كانك سامع حاجه، عادي جدا. ده يا دكتور انزيم بيطلع من الرئه عشان يكون ماده اسمها انجيوتنسين 2، والماده دي هناخد في الباسبور لما نراجعه ان هي كانت بترفع ضغط الدم. صعب الكلام ده؟ في مشكله؟ ها؟ طيب. طب السؤال هنا بقى، اسمحوا لي امسح البورد. يلا يا شباب، يلا يا ابني، يلا يا حبيبي، يلا يا شباب. يلا يا حبايب، بص بقى معايا، هنستكمل بقى يا دكتور، وعايز اتكلم مع حضرتك عن الفانكشنال اناتومي بتاع الريسبيراتوري سيستم. وهنقسم الجهاز التنفسي او الريسبيراتوري سيستم يا دكتور الى حاجه اسمها ابر ريسبيراتوري تراكت، وحاجه اسمها ايه؟ لور ريسبيراتوري تراكت. صعب الكلام ده؟ طيب حد يقدر يقول لي يا دكتور هو الابر ريسبيراتوري تراكت
كان يشمل ايه؟ نوز، ها، فارنكس، لارنكس، ايه، تنزل تراكية، تنزل تاني اللي هو الرايت والليفت، ايه، برونكس. خلي بالك ما تنزلش قوي عن كده، ده فوق، ده upper respiratory tract. بس في يا دكتور يا محترم lower respiratory tract، واللور respiratory tract اللي انا عايز اتكلم عنه اللي هو مع شوية البرونكيولز كده التي ينتهي بها المطاف الى تكوين حويصلة هوائية او حاجة اسمها ايه؟ الفيولاي. هو الالفيولاي دي يا معالي الدكتور المحترم كانت تغذى بشبكة من الكابيلاري، اه ولا لا؟ ايوه يا دكتور، ادي عندها كابيلاري بالشكل ده كده، عشان يحصل ما بينها وما بين الالفيولاي ايه؟ جاز اكستشينج او تبادل غازات. يبقى هنقول مع بعض يا دكتور هو الهواء بيدخل ازاي؟ بص بقى معايا، واللي يهمك في الكلام ده وانا هقول لك يلا الخلاصه الزبد زي ما بقولوا. انا يا دكتور يا محترم علشان اخد نفسي، النفس بيمشي ازاي؟ هتقول لي بيمشي من النوز ثم البلعوم اللي هو فارنكس حنجره، لارنكس قصبه هوائيه، تراكيه، والتراكيه تنقسم لكام؟ لتو برانشز اللي هو رايت برونكس وليفت برونكس. بعد كده البرونكس تنقسم الى برونكيولز، والبرونكيولز دي ليها انواع. خدتوها فين؟ في الهيستولوجي صح؟ برايمري، سكندري، بعد كده تيرمينال برونكيول، ريسبيراتوري برونكيولز وهكذا. خلاص؟ دكتور هقول لك نعم. هو عمليه تبادل الغازات بتحصل فين؟ هقول لك عمليه تبادل الغازات يا ولد العزيز بتحصل في الالفيولاي وبتحصل في الجزء ده برضه، اللي هي البرونكيول اللي داخل على الالفيولاي. وعشان اوضح لك برسمه اوضح هقول لك يا دكتور دي اصغر واخر برونكيول موجوده عندك، يعني ماليش دعوه بدي ولا بدي، انا ليا دعوه باخر برونكيول. اخر برونكيول موجوده عندك يا دكتور بتدي حويصله هوائيه او ايه، او الفيولاي بالشكل ده كده. معنى كلمه جاز اكستشينج او تبادل غازات معناها ان انا هاخد من الدم ده ثاني اكسيد الكربون وهديله. وجدنا بقى ان الطفت اوف كابيلاري او شبكه الكابيلاري موجوده بالشكل ده كده. وبالتبعيه هيبقى قلب الغالي. الدم ده هيدي الالفيولاي ايه؟ ثاني اكسيد الكربون، وهياخد منها ايه؟ اكسجين. دي الالفيولاي ما فيهاش مشكله. كذلك يا ولدي اخر برونكيول هسميها ريسبيراتوري برونكيولز. والله يا دكتور لها من اسمها نصيب. ليه سميتها ريسبيراتوري برونكيولز؟ الا لو كانت هي كمان هتدي الدم اكسجين وتاخد منه ايه؟ كربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون. عايز تقول لي يا دكتور؟ عايز اقول لك قد يتهيأ لحضرتك ان في اهدار في المواسير، ده طبعا مش حقيقي. هيجي واحد يقول لي يعني عمليه تبادل الغازات اللي هي الهدف الاساسي من عمليه التنفس، عمليه تبادل الغازات دي يا دكتور بتحصل في الالفيولاي وكذلك في التيرمينال او الريسبيراتوري برونكيولز بس؟ هقول لك اه. هيجي واحد يقول لي طب ليه ربنا عمل النوز ثم اللارنكس فارنكس كمان بعد كده تراقيه ورايت وليفت وبرايمري والسكندري برونكيولز؟ ليه الطريق ده كله؟ هل الطريق ده مهدر ولا ليه وظيفه؟ ليه وظيفه. اذا انا اقدر اقسم تقسيمه احسن من ده كله بالنسبه للجهاز التنفسي، وانا كبتاع فيسيولوجي ما يهمنيش الهبل ده، انا ماله مال ابر ولو. انا يهمني ايه؟ يهمني اقسم ان في منطقه بتوصل الهواء وفي منطقه بيحصل فيها تبادل غازات. ده اللي يخصنا احنا في الفسيولوجي، صح ولا لا؟ ايوه يا دكتور. اذا المنطقه الابر اللي فوق مع شويه المواسير دي انا هسميها كوندكتنج زون. هسميها ايه؟ كوندكتنج زون. والمنطقه اللي تحت اللي بيحدث عليها تبادل غازات هتسمى ريسبيراتوري زون. تسمى ايه؟ ريسبيراتوري زون. يبقى يا دكتور المنطقه اللي بتوصل هواء اسمها كوندكتنج زون، والمنطقه اللي بيحصل منها تبادل غازات اسمها ريسبيراتوري زون. طيب وظيفه المنطقه بتاعت الريسبيراتوري زون انت عارفها،
بندي الدم اكسجين وناخد منه ثاني اكسيد الكربون او الكربون دايوكسيد. امال المنطقه دي كلها اللي بتوصل الهواء هل جاست ومجرد وظيفتها انها توصل هواء ولا ليها وظائف تانيه؟ اكيد يا دكتور ليها وظائف تانيه. طيب ايه هي وظيفه الكوندكتنج زون؟ اقرا معايا لو عايز تبص. اول حاجه عمليه الترانسبورت، نقل للاير او الهواء من الابر ويمشي عندك يا دكتور لحد لما يصل الى الريسبيراتوري برونكيولز. صعب الكلام ده؟ يبقى اول حاجه بيوصل الهواء. طب تاني وظيفه يا دكتور، الهواء اللي انت بتتنفسه ده جاي من الشارع، قد يكون فيه اتربه وهواء جاف ووحش، لما يمشي في الطريق ده كله اول حاجه يتم ترطيب الهواء وتنقيه الهواء من اي ميكروبات زي ما قلت من شويه او اي ايه او اي فورين بوديز. فبنعمل عمليه هيوميديفيكيشن اللي هو ترطيب للهواء اللي داخل. طب ازاي بيحصل ترطيب لو عايز تفهم بقى؟ مش انا اتفقت معاك من شويه ان مجرى التنفس اللي قدام سيادتك ده مليان كده ميوكس من جوه، الميوكس ده يا دكتور والهواء ماشي داخل عليه، الهواء بيتم ترطيبه من خلال الميوكس ده. صعب الكلام؟ لا مش صعب. طب ايه كمان؟ والهواء برضه هو ماشي لو عالق في الهواء ده بعض الفورين بودز، بعض الاجسام الغريبه اللي هي يا دكتور حاجات ضاره او توكسيك على الرئه او هتعمل مشكله عندك في جسمك. بتلزق الحاجات دي فين؟ في الاير واي اللي هو الكوندكتنج زون. ولما تلزق في الكوندكتنج زون هل تنزل للرئه؟ لا، بعد كده بتشتغل مين؟ السيليا، وتطرد يا دكتور الميوكوس ده بالفورين بادي اللي موجود معاه. يبقى الكوندكتنج زون ليها اهميه ولا ملهاش اهميه؟ ليها اهميه. اول حاجه ترانسبورت او توصل، تاني حاجه ترطيب الهواء هيوميديفيكيشن، بعد كده بروتكشن تنقيه الهواء ده منين؟ من اي فورين بادي. في حاجه كمان دكتور هقول لك. نعم. لو انت عايش في القطب الشمالي الهواء اللي داخل ده هواء مثلج، هل ينفع الهواء الثلج ده بشكل مباشر يدخل على الالفيراي دي؟ لا. فوظيفه الكوندكتنج زون برضو انها يا دكتور درجه حرارتها مرتفعه شويه، فالهواء السائع المثلج وهو داخل مشي هنا بيحصل له وورمنج، بعض التدفئه قبل ما الهواء ده يصل الى الالفيراي قدام سيادتك. يبقى الكوندكتنج زون هل ربنا اهدر فيها؟ حاشا لله طبعا. اهدر مواسير؟ بل ليها وظيفه. اول حاجه توصيل هواء، ترطيب الهواء هيوميديفيكيشن، تنقيه الهواء بروتكشن يا دكتور من اي فورم بادي، بعد كده وورمنج للاير او الهواء اللي داخل. صعب الكلام ده؟ يبقى دي وظيفه مين؟ الكوندكتنج ايه؟ الكوندكتنج زون. طب بالنسبه بقى للريسبيراتوري زون سهله، بيحصل فيها تبادل ايه؟ تبادل غازات. طب حلو دكتور، هو مين الاهم في الريسبيراتوري زون يعني؟ البرونكيول ولا الالفيراي؟ طب هي الالفيراي دي بتتكون من ايه؟ تعال ارسمها لك وارسمها وانت معايا. بص يا ابني معايا كده بالله عليك، بص معايا، انا هرسم لسيادتك الفيراي اهي، دي الفيراي بس هي مش بالشكل البسيط ده. قال لك فيها مجموعه من السيلز او الخلايا، فيها ايه؟ مجموعه من السيلز او الخلايا. اول خلايا بتبطن الالفيراي، بتعمل ايه؟ تبطن الالفيراي اهي يا دكتور، في خلايا اهي بتبطن الالفيراي، ادي خليه وجنبها واحده كمان اهي، هتلاقيها ماشيه بطول الالفيراي كده. الخلية دي هسميها تايب كام؟ تايب 1. دي الخلية رقم واحد. هسميها يا دكتور تايب 1 الفيولار سيلز. كلمة الفيولار سيل ممكن يشيلها في الام سي كيو يكتب مكانها ايه؟ نيومو سايت. يبقى يا دكتور ممكن اقول تايب 1 نيومو سايت او تايب 1 ايه؟ الفيولار سيل. لو جيت انا سالتك وظيفتها ايه؟ هتقول لي بتعمل لايننج لمين؟ للالفيراي بالشكل قدام سيادتك ده، اهو يا عم. صعب الكلام ده؟ طيب. في خلايا تانية؟ قال لك اه، في خلايا تانية. اهي.
عارف الخليه اللي باللون الاحمر دي اسمها ايه؟ قال لك هسميها الخليه رقم كام؟ رقم 2. دي هتسمى تايب 2 نيومو سايت او الفيولر سيل. وتعالى بقى عندنا واقفه مع الذات شويه. هو تايب 2 نيومو سايت وظيفتها هي يا دكتور؟ قال لك غايه في الخطوره والاهميه، انها بتطلع ماده اسمها ايه؟ بتطلع ماده هنا اسمها السيرفاكتنت. ماده اسمها ايه؟ يبقى تايب 2 نيوموسايت عشان بتيجي في الام سي كيو كل سنه بتطلع ماده اسمها سيرفاكتنت. طب السيرفاكتنت ده حد فاكر اي معلومه عنه؟ كان بيقلل السيرف استنشن ولا كانك سامع حاجه؟ هرجع لك عليها تاني. تمام؟ طب حلو. بس كده؟ قال لك لا. في خلايا تانية يا دكتور؟ ايوه في خلايا تانية. طب ايه الخلايا التانية؟ قال لك ولسوء الحظ بص هنا لا. لو في اي فورم بودي او بكتيريا المفروض ان هو يصل الى الالفيولاي هنا؟ لا، المفروض ان الكوندكتنج زون دي كلها تلقطه وتلزقه في الميوكس وتتخلص منه. صعب؟ طيب لسوء الحظ قدرت بقى يا دكتور حته بكتيريا او فورم بودي وصل هنا عندك للالفيولاي. يتساب؟ لا، فربنا يخلق في الالفيولاي هنا ايه؟ ماكروفاج. ايه دي بقى؟ دي اسمها الفيولار ماكروفاج. والالفيولار ماكروفاج وظيفتها وظيفه مناعيه زي ما انت عارف. لسوء الحظ لو وصل هنا اي فورين بارتيكل او اي جسم غريب مع الهواء وقدر يا دكتور ان هو يعدي من كل الكوندكتنج زون وما يلزقش في الميوكس وما تمش طرده ووصل عندك هنا عند الالفيولاي، الالفيولار ماكروفاج تاكل الجزء ده. طب ليه يا دكتور يعني ربنا مهتم قوي كده بالمناعه بتاعه الجهاز التنفسي؟ اقول لك لان الكارثه والمصيبه السوداء فين؟ ان لو البكتيريا دي عدت هتروح لمين؟ هتروح للاسف للبرد او الدم. صعب الكلام ده؟ في مشكلة؟ الاستراكشر أو التركيب بتاع الألفيولاي في أي سؤال؟ يتكون من كام نوع من الخلايا؟ ثلاث أنواع. أول حاجة خلايا بتبطن اسمها تايب 1، خلايا بتطلع سيرفاكتنت اسمها تايب 2، بعد كده ألفيولار ماكروفاج. طيب دكتور هقول لك نعم. عملية تبادل الغازات بتحدث ما بين مين ومين؟ ما بين الألفيولاي والبرد أو الدم هنا. تاني تحدث ما بين مين ومين؟ الالفيولاي والدم هنا. طيب اذا لا ثواني بعد اذنكم ستوب، في صوت جاي من هنا صح ولا لا؟ اه. فلو مسكتك بتتكلم هتفضلك بره المجموعه. امين؟ ما تزعلش بقى بس انا امسكك بس. بقول لك ايه؟ بالله عليك ابقى شاور لي عليه. ايوه اللي بيتكلم انت اقفشه لي بس. انا مش هطردك ولا حاجه يعني، انا اكيد مش هقدر اعمل كده، بس اللي هو ايه يعني اهزقك شويه. فاهم؟ بص يا ابني معايا بالله عليك تركز. بص يا ابني بص كده معايا، انت عارف يا دكتور؟ هقول لك نعم. دكتوره بص هنا، هو الالفيولاي دي في الرئه كتيره يعني؟ اوه كتير قوي يعني. الرئه دي مليانه الفيولاي؟ اه مليانه الفيولاي. طب الالفيولاي دي بيحصل من خلالها تبادل ايه؟ تبادل غازات. عايزك بس تتخيل معايا اللي انا هقوله كمان شويه. عمليه الجاز اكستشينج او تبادل الغازات اللي بتحصل من خلال الالفيولاي اللي قدام حضرتك دي بتحصل من خلال سيرفيس اريا او مساحه سطح، مش دي يا ابني الالفيولاي اهي؟ بيحصل ما بينها تبادل غازات. طب انا عايز اعمل ايه؟ ركز معايا بالله عليك، انا عايز اشوف مساحه السطح دي قد ايه؟ يعني بيحصل تبادل غازات ما بين مساحه سطح حجمها قد ايه؟ اقول لك سهله جدا. فرضا تخيل معايا ان احنا نقدر نعمل كده. هنجيب كل الالفيولاي بتاعه الرئتين بتوعك ونفردهم نحطهم في الارض كده. عارف لقينا مساحه سطح قد ايه؟ 80 متر مربع، من 70 ل 80. ايه ده يا دكتور؟
السيرفس اريا، اكتبها اهو، السيرفس اريا بتاعت الايفولايت تساوي كام؟ من 70 لكام؟ ل 80 متر ايه؟ مربع. انت عارف يعني ايه 70 80 متر مربع؟ ده ملعب تنس. يعني الرئتين بتوعك لو طلعت الالفيلاي منهم الحته دي بس يا دكتور، هطلع الالفيلاي بتاعتهم وافرشهم في الارض يملوا ملعب تنس 80 متر. ولذلك مساحه السطح اللي بيحصل من خلالها تبادل للغازات كبيره ولا صغيره؟ كبيره جدا. كبيره ايه؟ كبيره جدا. صعب الكلام ده؟ في مشكله؟ طيب الحاجه اللي بعد كده بقى، هو هل الالفيلاي دي لو اتضربت سهل انها ترجع تاني؟ قال لك لا مش قوي. ولذلك لو تركز معايا، لو حد عاش الحاجات دي مع حد قريبه، هو ايه مشكله عيان كورونا؟ ان الالفيلاي دي بيحصل فيها فايبروز او تليف وما بترجعش طبيعيه تاني، قد يكون شبه مستحيل انها ترجع طبيعيه تاني. وبالتبعيه عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان الالفيلاي هو مش نسيج متجدد قوي يعني، فالجزء اللي بيبوظ منه بيأثر عليك. صعب الكلام؟ لا. طب العيال الصغير يا دكتور بيكون عنده الفيولاي يعني قد انا؟ لا، عنده عدد الفيولاي اقل. عنده ايه؟ الكلام ده مش مهم، بس اسمعني بس كده دردشه يعني، مش مهم. عنده عدد الفيولاي اقل، ولكن الواد ده طول ما هو عمال يكبر في السن يا دكتور عدد الالفيولاي عنده عمال يزيد لحد لما يصل الى مرحله الادولسنس، او اللي هي الايه؟ اللي هو دخل بقى ادلت بلوغ. قال لك يا دكتور العدد بتاع الالفيلاي ما يزيدش، يفضل ثابت، بس حجمها ممكن يزيد والديامتر بتاع الالفيلاي الواحده ممكن يزيد. طب العدد هيزيد بعد البلوغ؟ لا ما يزيدش. الكلام ده مهم؟ مش اي استلزاز. خلاص؟ طب حشو يعني. ولذلك بقى هقول لك الالفيلاي دي هناك طفت او شبكه من الكابيلاري بتغذي الالفيلاي. الكابيلاري دي هدفها ايه؟ انها تعمل تبادل غازات او جاز اكستشينج. بص كده انا هعمل ايه بالظبط. عمليه تبادل غازات تعني دخول اكسجين للدم وانتقال ثاني اكسيد الكربون من الدم الى الالفيلاي. انا عايز اعرف بقى يا دكتور الممبرين اللي بعمل من خلاله تبادل غازات ده يشمل كام طبقه؟ هقول لك سهل جدا، تعالى ناخده كده على بعضه الحته دي كده ونطلع نرسمها بره. في مشكله؟ عارف هسميها ايه؟ ريسبيراتوري ممبرين. يسمى ايه؟ ريسبيراتوري ممبرين. يعني ايه يا دكتور ريسبيراتوري ممبرين؟ ده الممبرين اللي بيحصل من خلاله عمليه تبادل غازات او جاز اكستشينج. وانا عايز ابدا معاك من فوق لتحت. من فوق يعني هبدا من جوه مين؟ من جوه الالفيلاي. هبدا من يا دكتور؟ من جوه الالفيلاي. عندك كم طبقه لو تقرا معايا؟ ست طبقات. كم طبقه يا دكتور؟ ثواني قبل ما اقراهم وقبل ما اقولهم، عايز تقول لي يا دكتور ان دخول اكسجين من الالفيلاي الى الدم او خروج ثاني اكسيد الكربون من الدم الى الالفيلاي لازم يعدي على ست طبقات يا حسين؟ تمام. اول طبقه عندك يا دكتور يا محترم، قال لك في طبقه من الفلويد بتلايننج الالفيولاي. في ايه؟ في فلويد هنا كده اهو، موجود ولا مش موجود؟ باللون الاحمر اهو، لسه ما اتمسحش. دي تعتبر طبقه؟ ادي يا دكتور اول طبقه عندك، ارسمها هنا اهو. ده عباره عن فلويد لايننج الالفيولاي. طب حلو. بعد كده لما اجي ابص، هبص على الخلايا اللي اسمها ايه؟ تايب 1 نيومو ايه؟ سايد. عارف تايب 1 نيومو سايد دي؟ اما غير اسمها عندك دلوقتي. هو بما ان تايب 1 نيومو سايد دي خلايا مبطنه، اذا تعتبر نسيج طلائي او ايبيثيليوم، يبقى التايب 1 نيومو سايد دي تعتبر من ضمن الايبيثيليال سيل؟ ولذلك الطبقه رقم 2 قال لك لاير اوف الفيولار ايبيثيليوم. الطبقه اللي بعد كده يا دكتور هرسمها لسيادتك اهو، اللي هي دي اسمها ايه؟ الفيولار
ابيثيليوم اللي هي تساوي عندك تايب 1 نيوموسايت. صعب الكلام ده يا وحش الهيستولوجي. اي ابيثيليوم تحتي بيزمنت ممبرين. اذا يا دكتور في هنا كده بيزمنت ممبرين؟ في بيزمنت ممبرين. والبيزمنت ممبرين اللي قدام سيادتك ده بتاع مين؟ بتاع الالفيولاي. فانا هسميه ايه؟ الفيولار ابيثيليال بيزمنت ممبرين. هيسمى ايه؟ الفيولار ابيثيليوم بيزمنت ايه؟ ممبرين. كده الحمد لله انا خلصت من الالفيولاي. صح ولا مش صح؟ طب بص، هل الوعاء الدموي او الكابيلري دي لازقه في الالفيولاي مباشره، ولا حضرتك شايف ان في انترستيشيال فلويد هنا؟ في بره هنا انترستيشيال فلويد، يعني في شويه فلويد هنا كده يا دكتور. دي اسمها ايه؟ انترستيشيال فلويد، الطبقه دي. طيب الطبقه بتاعت الانترستيشيال فلويد، انا مش هقول لك هي رفيعه ولا تخينه، انا عايز بس اسالك سؤال وانت تجاوب بالمنطق. المنطق بيقول ان دي طبقه بيحصل من خلالها تبادل غازات، فالطبقه دي تبقى رفيعه عشان الغاز يعدي بسهوله، ولا تبقى تخينه؟ تبقى رفيعه. يبقى اللوجيك والمنطقي بيقول لسيادتك ان الانترستيشيال فلويد اللي موجود ما بين الالفيولاي وما بين الدم يكون طبقه فيري فيري ثين، رفيعه جدا. صعب الكلام ده؟ حلو كده، احنا خلصنا الالفيولاي والانترستيشيال فلويد، هندخل على مين؟ على الدم. بص عايزك تتخيل معايا دكتور. هقول لك نعم. بص كده معايا، الوعاء الدموي اهو، انت معايا؟ طيب الوعاء الدموي ده فين الابيثيليوم بتاعه؟ نسيج طلائي اهو اسمه ابيثيليوم، او هنا في الوعاء الدموي يسمى ايه؟ اندوثيليوم بتاع البلاد ايه؟ فيزل. بص معايا السؤال هنا بقى، هو مش ده اندوثيليوم اللي هو نوع من النسيج الطلائي او الابيثيليوم؟ يعني تحتيه ايه؟ هو فين تحتيه هنا؟ مش عايز واحد غبي يقول لي هنا، هنا مش تحت. تحت الخلايا بتاعت الابيثيليوم هيكون موجود هنا. فهمت الفكره؟ يا يوسف ما فهمتهاش؟ فهمتها صح؟ هنا كده في بيزمنت ممبرين اخر. لان ده فوق بالنسبه للخليه. وده البيز بتاعها. وبالتبعيه في نوع بيزمنت ممبرين اخر؟ في بيزمنت ممبرين اخر، ولكن بتاع الاندوثيليوم. يبقى عد معايا كده، عندي كام طبقه قلناهم حتى الان؟ بالراحه كده بالتفصيل تاني. دكتور هعيد كله للمره الاخيره. انا بعمل عمليه تبادل غازات او جاز اكستشينج، بتفصل يا دكتور يا محترم، او هناخد خطوات ما بين جوه الالفيولاي لحد جوه الدم. صعب الكلام ده؟ هبدا عندك من عند مين؟ الالفيولاي. عندك في طبقه من الفلويد بتبطن الالفيولاي من جوه، تحتيها ابيثيليوم باللون الاخضر يسمى تايب 1 او الفيولار ايه؟ ابيثيليوم. واي ابيثيليوم تحتيه؟ بيزمنت ممبرين اهو بتاع الالفيولاي او الابيثيليوم بتاع الالفيولاي. خلص. في طبقه من الايه؟ انترستيشيال ايه؟ فلويد. دي تسمى انترستيشيال فلويد. الطبقه دي بتكون رفيعه ولا تخينه؟ فيري ثين. بعد كده ادخل يا دكتور على الوعاء الدموي، هتبدا بالبيزمنت ممبرين بتاع الاندوثيليوم اللي موجود تحت الخلايا المبطنه للوعاء الدموي، يبقى الطبقه اللي بعد كده اسمها ايه؟ اندوثيليوم بتاع البلاد فيزل او الاوعيه الدمويه. خلاص؟ صعب الكلام ده؟ ولذلك خلي بالك من حاجه، الممبرين ده يا معالي الدكتور المحترم يسمى ريسبيراتوري ممبرين، او ليه اسم تاني تقدر تخترعه؟ الفيولار اهو، الفيولار. ايه تاني؟ كابيلاري ممبرين، لان ده ممبرين بيفصل ما بين الالفيولاي ومين؟ والبلد او الدم. وده الممبرين اللي بيحصل من خلاله عمليه الجاز اكستشينج او عمليه تبادل الغازات، ولذلك سمي ريسبيراتوري ممبرين. صعب الكلام ده؟ في مشكله؟ يلا عشان انسى السبورت.
يا جنى، صباح الفل. مش سامع طبعا. يلا يا شباب، محمد لسه تطلع ليه؟ اسمه حرين، ارجعوا لنا خلصنا. يلا يا ابني اللي طلع يدخل تاني. يلا نعم البريك امتى؟ احنا كده بص اقول لكم حاجه، اللي خلصناه حتى الان معدل حصه في الحصص الاساسيه، بعد حصتين ونص من الحصه الاساسيه هتاخدوا بريك، ماشي؟ طيب ما هو الميكانيزم ده كان حصه، فركزوا معايا. مش صوت. يلا يا شباب، يلا يا ابني بعد اذنك ما تحلكوا تسكتوا يا جماعه. يا جماعه بس بقى، بس حاضر ماشي. بص بقى معايا، الموضوع اللي بعد كده بسيط جدا وسهل،
هتكلم مع سيادتك يا معالي الدكتور المحترم عن الميكانيزم اوف بريثنج. هنتكلم عن ايه؟ يعني يا دكتور ميكانيزم اوف بريثنج؟ هقول لسيادتك هو عمليه التنفس ديت شهيق وزفير بس؟ لا، هو المفروض انت تتنفس ازاي؟ عن طريق سايكل. بتنفس عن طريق ايه؟ سايكل. السايكل دي بتكون عامله ازاي؟ بص بقى معايا، ركز بس معايا بالله عليك، كله بص معايا هنا. حضرتك هتاخد النفس، تمام، ده اسمه شهيق او انسبيريشن. بعد كده هتخرج النفس، زفير او اكسبيريشن. هل بعد ما بتخرج النفس اللي هو كده، بص تمام كده تاني؟ لا. امال ايه اللي بيحصل؟ بتحدث فتره من انقطاع النفس، او بسميها بوز. تاني، انا باخد نفس شهيق، خرج النفس زفير، بعد كده بوز، بعد كده خد نفس خرج النفس، بعد كده بوز. طيب ماشي، يبقى عملية التنفس تنقسم يا دكتور لكم مرحلة بقى؟ واحد اتنين تلاتة. أول حاجة حاجة اسمها inspiration، بعد كده expiration، بعد كده ايه؟ pause. inspiration تعني شهيق اللي هو دخول هواء، واكسبيريشن تعني زفير اللي هو خروج الهواء. طب البوز انقطاع النفس، حضرتك ما بتدخلش ولا بتخرج هواء، صعب الكلام ده؟ طيب ازاي ده بيحصل؟ يعني ازاي بقدر ادخل الهواء او اقدر اخرج الهواء؟ هو ده السؤال بتاعي. هقولك عندي قاعده فيزيائيه هدرسها الاول وبعد كده هطبقها على الرئه. لو انا عندي يا دكتور يا محترم منطقتين بالشكل ده، دي منطقه وفي منطقة تانية جنبها، خلاص؟ والمنطقتين دول يا ولدي متوصلين مع بعض بالشكل ده كده. هنا في اير او هوا، وهنا في اير او هوا. عندك مشكلة؟ طيب وجود الهوا جوه كل مكان من الاماكن دي بيخلق جوه هنا بريشر او ضغط. يعني هنا في ضغط للهوا، وهنا في بريشر او ضغط للهوا. القاعدة بتقول لسيادتك ايه؟ ان الهواء ينتقل من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل. ففرضا انا هقول لسيادتك يا حبيب قلبي الغالي ان المكان ده مثلا رقم واحد وده رقم اتنين. عندك مشكلة؟ لا. الضغط في رقم واحد عالي، وضغط الهواء في رقم اتنين قليل. تقدر تقول لي الهواء ينتقل من اللي منين؟ ينتقل من رقم واحد لرقم اتنين، لان الهواء ينتقل من الضغط الاعلى للضغط الاقل. حد عنده مشكلة؟ القاعدة دي يعتبر اهم قاعدة موجودة عندنا النهاردة. يا دكتور الهواء ينتقل من الضغط الاعلى للضغط الايه؟ للضغط الاقل. طب بما ان الهواء بينتقل من الضغط الاعلى للضغط الاقل يا معالي الدكتور المحترم، بالتالي وبالتبعية لما اجي اقول لسيادتك شهيق او انسبيريشن يعني دخول هواء، يعني في هواء اتحرك ودخل من بره لجوه. جوه فين يا دكتور؟ جوه الرئه. يلا طب انا هدفي يوصل لفين في الرئه؟ هدفي يصل الى الالفيولاي. صعب الكلام؟ طب حلو دكتور. نعم، هو ضغط الهواء اللي موجود بره ده يسمى ايه؟ اتموسفيريك بريشر. اتموسفيريك ايه؟ بريشر. ده الضغط فين؟ ضغط الهواء اللي موجود حواليك. ضغط ايه يا ولدي؟ ضغط الهواء اللي موجود حواليك. ضغط الهواء اللي موجود حواليك ده يسمى اتموسفيريك بريشر. يسمى ايه؟ اتموسفيريك بريشر. وهناك ضغط موجود جوه مين؟ جوه الالفيولاي. الضغط اللي موجود جوه الالفيولاي ده هسميه ايه؟ يسمى الفيولار
بريشر. انت هدفك يا دكتور مع الشهيق اللي هو دخول هواء، ان الهواء يدخل من بره لجوه، صح؟ عندك ضغطين، ضغط بره وضغط جوه. لما اجي اقول لسيادتك دخل هواء يعني شهيق يعني انسبيريشن، هتقول لي بيولوجيك وبالمنطق عشان يدخل الهواء من بره لجوه الالفيولاي يبقى الضغط اعلى فين؟ الضغط اعلى بره، وذلك لان الهواء ينتقل من الضغط ايه للضغط ايه؟ الهواء ينتقل من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل. ومن هنا يا ولدي هنتكلم بدايه عن الميكانيزم اوف ايه؟ رقم واحد هنتكلم عن الميكانيزم اوف الانسبيريشن يعني الشهيق. صعب الكلام ده؟ دكتور هقول لك نعم. عشان تقدر تدخل الهواء هدفك حاجه، هل ينفع ان انا ازود الضغط بتاع الهواء الجوي؟ هعملها ازاي دي؟ صعبه، ما اقدرش اعملها. طب هل تقدر تقلل الضغط جوه الرئه؟ الرئه دي عندي يعني اقدر اتحكم فيها شويه، الجسم يقدر يتصرف. حلو، هي الرئه موجوده فين؟ الرئه موجوده جوه القفص الصدري. تاني وكلك اذان صاغيه معايا، الرئه موجوده فين يا طارق؟ جوه القفص الصدري. بما ان الرئه دي موجوده جوه القفص الصدري، ادي القفص الصدري اهو، خلاص يعتبر كافيتي. يعتبر ايه؟ كافيتي. القاعده بقى الفيزيائيه اللي جايه دي هنطبقها على جسمك. اي كافيتي طول ما انت مش هتغير في محتوياته من جوه وجيت وسعت الكافيتي ده الضغط جواه يقل. تاني دكتور ده كافيتي، الكافيتي ده حضرتك وسعته كده الضغط جواه يقل. يجي واحد يقول لي طب افرض وسعته ودخلت جواه حاجه، ما انا مش هدخل حاجه، مفيش كليه هتطلع في القفص الصدري فوق ابوس ايدك، فاهم قصدي؟ فالمحتويات واحده، بس انا جيت يا دكتور يا محترم وسعت مين؟ وسعت القفص الصدري. والقاعده بتقول لك يا خضر بيه ان حضرتك لما بتوسع القفص الصدري الضغط جواه بيقل. طب انا اقدر اوسع القفص الصدري ده؟ قال لك بص كده معايا، عضله غايه في الاهميه اهي، خدتها في الاناتومي طبعا، هي مش شكلها كده في جسمك يعني، ده رسمك روكي جدا. العضله دي اسمها ايه؟ دايفرام. اهم عضله من عضلات التنفس. الدايفرام ده اثناء الشهيق او الانسبيريشن بينقبض، فلما ينقبض بينزل لتحت. تاني دكتور، شكل العضله بتاعت الدايفرام اصلا عامل زي القبه او بسميه دوم شيب. ده الدايفرام عامل كده. فوق هنا مين؟ القفص الصدري، يعني الرئتين وهكذا، صح؟ تخيل الدايفرام ده يا ولدي العزيز بينقبض، بيبقى فلات عند الانقباض، بدل ما هو شبه القبه بينزل لتحت كده، فالحجم فوق فالضغط يقل. تاني ادي الدايفرام اثناء الشهيق او الانسبيريشن، بينقبض الدايفرام عن طريق ان في عضله عن طريق ان هو عضله وفي عصب بيغذيها اسمه ايه؟ فرينك نيرف. الدايفرام يا دكتور يا محترم لما يجي ينقبض الدايفرام في جسمك وهو ريلاكسد بيكون شبه القبه بالشكل ده، او بسميه دوم شيب. كلمه دوم شيب دي يعني شبه مين؟ شبه القبه. الدايفرام ده لما يجي ينقبض هينزل ازاي؟ هينزل لتحت يبقى فلات. طب بص، بدل ما هو كان واخد حيز من فوق نزل لتحت بالشكل ده كده. طب لما نزل الدايفرام لتحت بالشكل ده كده يا دكتور، حجم القفص الصدري فوق حصل له ايه؟ الحجم فوق زاد فالضغط يقل. اسمع، يبقى هقول لسيادتك مع نزول الديافرام، مع نزول الديافرام يزيد حجم القفص الصدري اللي هو الثوراسيك كافيتي، فيحصل ايه في البريشر جواه؟ فيقل البريشر. ولما يقل الضغط يعني ايه هيقل؟ يعني هيصبح اقل من الاتموسفيريك بريشر اللي بره. صعب الكلام ده؟ هو اصلا يا دكتور الاتموسفيريك بريشر اللي بره ده قيمته تساوي كام؟ قال لك تساوي صفر. قيمته كام؟ هو في ضغط بصفر؟ لا. وفي ضغط بالسالب؟ لا. بس اعتبارا يا ولدي
اعتبارا يا ولدي ان احنا لما جينا نشوف الاتموسفيريك بريشر لقينا ليه قيمه فعليه مقداره كام؟ 760. يعني الضغط الاتموسفيريك بريشر ده اصلا يساوي 760 ملي متر ميركوري. يساوي كام؟ 760 ملي متر ميركوري. فاحنا عشان ما نقعدش نتلخبط هقول لك ايه؟ الضغط ده هو الستاندرد بتاعنا. فلما اقول لك ضغط عالي هيكون اعلى من الاتموسفيريك بريشر. ولما اجي اقول لك ضغط هواء قليل فمعناها ان هو اقل من الاتموسفيريك بريشر. قال لك طب ما طالما حضرتك هتستخدم الضغط ده كمقياس اذا ما تيجي نعتبر ان الاتموسفيريك بريشر ده هو ستاندرد او زيرو بريشر، واي ضغط اقل منه نسميه سالب واي ضغط اعلى منه نسميه موجب. وبالتبعيه هل عندك يا دكتور يا محترم ضغط بالنيجاتيف في نيجاتيف بريشر؟ المفروض في الطبيعي مفيش حاجه اسمها نيجاتيف بريشر، بس انا اقول لك هنا فيه. ونيجاتيف بريشر لما اقول لك الضغط نيجاتيف واحد هل قيمته نيجاتيف واحد؟ لا، قيمته ان هو اقل من 760 بواحد. فالنيجاتيف واحد يساوي كام؟ 759 ضغط او ملي متر ميركري. حد عايز اعاده؟ تاني 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 تاني، بص معايا. حد جاي مطبق؟ يعني انت عارف انك جاي هتقعد هنا 5 ساعات وفي ناس هتوصل اناتومي كمان 4 ساعات. جاي مطبق ازاي يعني؟ ارق ده فضى بعيد عنك. بص معايا، بص هنا مش على الصوت، بص معايا هنا دكتوره بعد اذن مش عايز كلام. بص معايا هنا دكتور، الاتموسفيريك بريشر يساوي 760 ملم مركري. اتفقت معاك ان انا هعتبر الضغط ده هو الستاندرد وهخلي قيمته تساوي كام؟ زيرو. اي ضغط اعلى من زيرو هسميه بوزيتيف بريشر، واي ضغط اقل من زيرو هسميه نيجاتيف بريشر. صعب الكلام ده؟ انا بتكلم معاك في الميكانيزم اوف انسبيريشن او الشهيق، يعني كيف يدخل الهواء من بره لجوه. اول حاجه بتحصل الدايفرام بينقبض، الدايفرام بينقبض. عندي كمان مجموعه من العضلات مهم جدا ارسمها. اقول لسيادتك دي الضلوع قدام سيادتك اهو، رسم مكروكي جدا، دي ربس او ضلوع. حد عارف اتجاه الاكسترنال انتركوستال ماسل ازاي؟ ايه اتجاه الاكسترنال انتركوستال ماسل؟ وبالتبعيه يا دكتور يا محترم هبص على الاتجاه بتاعها، ده ضلع وده ضلع، هلاقيها عامل كده اهو. العضلات دي اسمها ايه؟ دي اسمها اكسترنال انتر كوستال ماسل. اتجاه الفايبر ايه؟ داونورد اند فورورد. داونورد يعني نازله كده، فورورد يعني لقدام. ثواني، اللي فوق ده الاورجن ولا لا؟ اه، واللي تحت الانسيرشن. اي عضله علشان تقوم بالاكشن بتاعها بتشد الانسيرشن ناحيه مين؟ ناحيه الاورجن. يعني اتجاه شد العضله دي، انا بقول لك الاورجن فوق والانسيرشن تحت، وانت اللي قايل مش انا اللي قلت. وبالتبعيه شد الانسيرشن ناحيه الاورجن، هتلاقي العضله دي اتجاه انقباضها كده. اتجاه الاكشن بتاعها ايه؟ بالشكل ده. تخيل كده معايا بقى، بما ان العضلات دي نازله كده فلما تيجي تنقبض بشد لتحت لبره، فتلاقي تعمل ايه في الضلوع؟ يا دكتور ترفع القفص الصدري، تعمل اليفيشن للريبس. بص كده معايا، قول لي بص هنا، بص وانا باخد نفسي، بص على القفص الصدري. ايه اللي بيحصل؟ القفص الصدري بيطلع لبره، بيحصل له اليفيشن، صح؟ عايز تقول لي ايه؟ هو القفص الصدري ده بفعل الاكسترنال انتركوستال ماسل لما يطلع لبره كده يبقى الحجم جواه يزيد فيقل الضغط. ولما يقل الضغط يا دكتور يا محترم اهو، لما العضله دي تنقبض كده ايه اللي يحصل؟ يزداد الحجم، فيحصل ايه في البريشر؟ فيقل البريشر او الضغط. ولما يقل البريشر او الضغط بيخلي الضغط جوه اقل من الضغط بره، ف
فيدخل الهواء من بره لجوه. طب هو ايه الفرق ما بين نزول الديافرام وما بين طلوع الربس او زياده حجم القفص الصدري بسبب انقباض الاكسترنال انتركوستال ماسل؟ قوم يا تعالى اوفن، شوف انت واقف على البتاع برضه اطول منك، تعالى تعالى كده يا حزين. بص ارفع بس صدرك بس شويه، الواد ده هيتنفس دلوقتي، تنفس كده خلاص بقى نفضي يعني، اتنفس تاني. بص والله هو بيتنفس وانا ايدي على صدره اهو، ايدي بتطلع لبره شويه تاني خلاص. ده معناه ايه؟ خلاص يا حبيبي ده معناه ايه؟ ده معناه يا معالي الدكتور المحترم، تعالى هنا، ده معناه ايه يا معالي الدكتور المحترم؟ ده معناه ان هو بيتنفس القفص الصدري ده بيطلع لبره، صح ولا مش صح؟ طيب بما ان القفص الصدري ده بيطلع لبره، انا عندك في هنا دايمتر، دايمتر ده موجود منين؟ من النقطه دي قدام للنقطه دي ورا. تاني كله شايف؟ اهو في دايمتر من النقطه دي للنقطه دي. اتنفس كده يا ابني، لما هو يتنفس كده مين بيخلي القفص الصدري يطلع لبره كده؟ الاكسترنال انتركوستال ماسل. فبتزود حاجه اسمها الايه؟ الانترو بوستيريور دايمتر. مش ده دايمتر ما بين قدام هنا وورا؟ طب الاكسترنال انتركوستال ماسل لما تنقبض في ايه؟ في ايه؟ قطه. اي مشكله الحمد لله. طيب بص معايا، لو تركزوا مع هنا زي ما ركزتوا مع القطه كان زمان حالكم اتغير. تاني يالا، تاني يالا. بص يا حبيب قلبي الغالي، يا ابني اتنفس يا ابني، اهو الاكستندر انت كوستر المصري طلعت لبره فزودت الانترو بوستيريور دايمتر. صعب الكلام ده؟ طب اقعد. حلو، يعني عايز اقول لستك يا دكتور يا محترم عشان الام سي كيو، ان الاكستندر انت كوستر المصري لما تنقبض بتزود ايه؟ الانترو بوستيريور دايمتر. طب بص كده، طب الديافرام لما ينقبض ينزل لتحت، ينزل لتحت، ينزل لتحت، فبيزود الفيرتيكال ايه؟ او اللونجيتيودنال ايه؟ دايمتر. فالديافرام لما ينزل لتحت لانه بيزود لونجيتيودنال دايمتر. صعب الكلام ده؟ في مشكله؟ لا ما فيهوش مشكله. يلا يا شباب نكمل بعد اذنكم، يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب، مش عايز صوت، يبقى تعالى نجمع الكلام كله تاني بسرعه. انا بتكلم معاك دلوقتي ازاي باخد النفس، اللي هو الميكانيزم اوف انسبيريشن. انسبيريشن ازاي هاخد النفس بتاعي؟ هقول لسيادتك القاعده بتقول عشان اخد نفس وادخل هواء من بره لجوه، الهواء بينتقل من الضغط الاعلى للضغط الايه؟ الاقل. فانت لازم تقلل الضغط جوه القفص الصدري. اول حاجه الديافرام بينزل لتحت، هو الديافرام شبه الدوم شيب. مين اهم، الديافرام ولا الاكسترنال؟ عارف الديافرام مسؤول عن كام في الميه؟ 70%. يبقى العضله دي لو حصل لها حاجه انت هتموت، ما فيهاش هزار. عضله الديافرام يا دكتور هي المصل اوف لايف بالنسبه للجهاز التنفسي، ما فيهاش هزار، لانها مسؤوله عن 70% من دخول الهواء. مسؤول عن كام؟ 70% من دخول الهواء. طيب اثناء النورمال انسبيريشن العادي بيدخل هواء ازاي؟ الديافرام شبه الدوم شيب، فلما بينقبض بينزل لتحت يبقى فلات. عندك مشكله شويه، ايه هي يا دكتور؟ ممكن الديافرام هو بيجي ينزل لتحت حاجه تحت تضايقه، محتويات البطن او الابدومين، عارف ربنا يحلها ازاي؟ قال لك وبشكل تلقائي سبونتينوسلي وجدنا ان الابدومينال وول ده والديافرام بينزل، ابدومينال وول ده بيريح شويه فيسمح للديافرام ان هو يديسند بشكل فري ومن غير ما حاجه تضايقه، يعني من باب خد فكره واشتري بكره. تمام؟ حلو. وبالتبعيه يا دكتور يا محترم، ده كده بالنسبه للديافرام. طب الديافرام لما ينزل لتحت يزود اللونجيتيودنال ايه؟ دايمتر اللي هو الطولي، صح؟ طب الاكسترنال انتركوستال ماسل تزود الانترو بوستيريور فتزود حجم القفص الصدري فيقل الضغط جواه فيدخل الهواء، لان الهواء ينتقل من الضغط الاعلى للضغط الاقل. اللي انا قلته ده، اللي انا قلته ده يمثل ايه؟
يمثل النورمال انسبيريشن، يمثل ايه؟ النورمال انسبيريشن اللي هو النفس اللي انت بتتنفسه وانت قاعد قدامي دلوقتي، اللي هو يا دكتور يا محترم هو داخل وهو خارج، هو داخل هو خارج بشكل نورمال او طبيعي، اللي هو انت بتتنفسه وانت مش واخد بالك اصلا، وبدات تاخد بالك لما انا قلت لك انت مش واخد بالك، خلي بالك يعني خلاص. طيب وبالتبعيه يا دكتور، لو انا جيت قلت لك خد نفس زياده، جيت قلت لك ايه؟ خد نفس زياده، لما اجي اقول لك خد نفس زياده، هل انا كده بتكلم في النورمال؟ لا، ما بتكلمش في النورمال انسبيريشن، انا عايزك تعمل حاجه اسمها فورسيد انسبيريشن. وبص معايا من غير ما تحفظ حاجه، يعني ايه كلمه فورسيد انسبيريشن؟ عايز ادخل هوا زياده، عايز ايه؟ ادخل هوا زياده. طب سهل جدا، تعال ندخل هوا زياده. ازاي ده حصل؟ عشان تدخل هوا زياده لازم الضغط جوه يقل اكتر واكتر. صعب الكلام ده؟ نقول القاعده تاني، بما ان الهواء بينتقل من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل، فحضرتك يا معالي الدكتور المحترم علشان يدخل هوا زياده لازم الضغط جوه القفص الصدري ما يبقاش قليل بنسبه قليل، يعني ما يبقاش قليل بس، يبقى قليل قوي. يعني انت تعمل ايه في حجم القفص الصدري؟ تزوده اكتر واكتر. هل في عضلات تقدر تساعد حضرتك انك تعمل توسعه او تزود حجم القفص الصدري اكتر واكتر؟ وانت اخدتهم من الاناتومي، قال لك بص يا دكتور يا محترم دي حاجه بسميها اكسسوري انسبيراتوري ماسلز. يعني كلمه اكسسوري؟ مساعده. طب هل هي بتشتغل في الكوايت او النورمال او الطبيعي؟ لا. امال بتشتغل امتى؟ لما حضرتك تحتاج تعمل فورسيد انسبيريشن، يعني عايز تدخل هواء زياده بشكل اجباري على الرئه. اول عضله موجوده عندك يا معالي الدكتور المحترم اخدتوها انتوا في الاناتومي اللي هي السيريتس ايه؟ طب السيريتس انتيريور، تعال هنا يا رؤوف، معلش انا اسف والله يا ابني، تعال بص يا ابني، في عضلات موجوده هنا كده اسمها ايه؟ سيريتس انتيريور. السيريتس انتيريور موجوده هنا كانت بتنقبض ازاي؟ بص بتشد كده صح؟ بص هنا، هلا هنا ايه؟ سيريتس انتيريور، معلش، تنقبض ازاي؟ بتشد كده، فتعمل ايه في حجم القفص الصدري؟ تزوده. طب لما تزوده يبقى الضغط جوه يقل اكتر واكتر، فيدخل مزيد ومزيد من الهواء. خلاص؟ طيب في بقى عضله كمان، معلش يا بص يلا هنا، في عضله كمان، العظمه دي اسمها ايه؟ الاسترنوم صح؟ وفي عظمه هنا اسمها الماستويد ورا الاذن على طول، اسمها ايه؟ لك ان تتخيل ان في عضله موجوده عندنا اسمها ستيرنوماستويد، اسمها ايه؟ يعني بتصل ما بين الاسترنوم من هنا والماستويد. خلاص؟ عارف لما تيجي تنقبض ايه اللي بيحصل؟ بتشد كده لفوق. فتعمل ايه يا دكتور يا محترم في الاسترنوم؟ تعمل ايه؟ ترفعها لفوق شويه، فتعمل ايه في حجم القفص الصدري؟ يزيد، فيقل الضغط جواه اكتر واكتر، فيدخل مزيد ومزيد منين؟ يدخل مزيد ومزيد من الهواء. طب خلي بالك من حاجه بقى، في عضلتين كمان اسمهم سكاليناي ماسل، اسمهم ايه؟ دول بقى يا دكتور المحترم بيمسكوا في اول تو ريبس، جايين من فوق كده، ماتش ده جايين منين؟ موجودين في الضلع الاول والثاني. موجودين فين؟ عارف لما انقبضوا بيعملوا ايه؟ بيرفعوا اول ضلعين دول. طب لما يرفعوهم يزداد حجم القفص الصدري، فيقل الضغط جواه اكتر واكتر، فيدخل مزيد ومزيد من الهواء. دكتور هو هل مهم ان انا اعرف الاكشن بتاعهم؟ لا. هو انت كاتب لك ايه في الكتاب؟ اسمائهم بس. فاهم قصدي؟ بس انا الفكره العامه بتاعتهم كلهم ايه يا دكتور؟ ان لازم ان هم يوسعوا حجم القفص الصدري اكتر واكتر، فيقل الضغط او البريشر جوه اكتر واكتر، فيدخل مزيد من الهواء، لان الهواء بينتقل من الضغط الاعلى
للضغط الاقل. ولو انت قللت الضغط ده اللي هو الاقل خليته اقل اكتر واكتر، هيدخل مزيد من الهواء فيما يعرف بفرصه انسبيريشن. اقعد. طيب احنا كده اتكلمنا الحمد لله عن الميكانيزم اوف انسبيريشن بالتفصيل. حد عنده مشكله؟ طب تعالى بقى نتكلم عن الميكانيزم اوف الاكسبيريشن. نتكلم عن ايه؟ يعني ايه اكسبيريشن؟ زفير. يعني ايه اكسبيريشن؟ زفير. ومعنى كلمه زفير يا دكتور هو خروج هواء. يعني ايه اكسبيريشن؟ خروج هواء. يعني ايه اكسبيريشن؟ خروج هواء. الهواء ده لما يجي يخرج يا معالي الدكتور المحترم بيخرج ازاي؟ اقول لك على حسب حضرتك بتتكلم في النورمال ولا في الفورسد. تقصد يا دكتور؟ اقصد اقول لك في النورمال او الطبيعي في هواء داخل هواء خارج، هواء داخل هواء خارج، هواء داخل هواء خارج. علشان يا دكتور يا محترم ادخل هواء كان بيحصل انقباض للعضلات اه ولا لا؟ ايوه، دايفرام بينزل واكسترنال انتركوستال ماسل بتنقبض. ده انا بتكلم معاك في النورمال او الطبيعي، خلي بالك. طب عمليه الاكسبيريشن او دخول الهواء هل يلزمها انقباض عضلات؟ قال لك لا. تاني دكتور، عمليه الاكسبيريشن او الزفير اللي هو خروج الهواء هل يلزمها انقباض عضلات؟ قال لك في النورمال او الطبيعي لا. امال ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ اللي بيحصل كالاتي، الديافرام ده لما انقبض بقى افلاته نزل لتحت. طب لما يريلاكس يرجع مكانه تاني، فيقل حجم القفص الصدري فيزداد الضغط جواه، ولما يزداد الضغط جواه يبقى اعلى من الضغط اللي موجود بره، فيخرج الهواء من جوه لبره. زفير بس كده؟ لا. طب ما الاكسترنال انتركوستال ماسل كمان هتعمل ايه؟ هتريلاكس فتقلل حجم القفص الصدري. بص عندك كافيتي اهو، وسعت الضغط جواه بيقل، طب ضيقته يبقى الضغط جواه بيزيد او بيعلى. بالتبعيه الاكسترنال انتركوستال ماسل لما تريلاكس، بص ريلاكس اهي، حجم القفص الصدري بقى موجود ايه؟ اقل، فالضغط جواه زاد، فيخرج هواء من جوه لبره. صعب الكلام ده؟ يخرج هواء منين؟ من جوه لبره. اذا يا دكتور انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان في النورمال اكسبيريشن ما فيهوش كلام. ما هو الا ريلاكسيشن اوف الانسبيراتوري ماسلز. تاني، النورمال اكسبيريشن ما هو الا ريلاكسيشن اوف الانسبيراتوري ماسلز. صعب الكلام ده؟ لا يا دكتور مش صعب. طب عايز تقول لي تاني؟ عايز اقول لك اذا انا ممكن العب معاك في الام سي كيو، بقول لك عمليه النورمال اكسبيريشن هي عمليه باسيف، لكن عمليه النورمال انسبيريشن دخول الهواء هي عمليه ايه؟ هي عمليه اكتيف. حد معترض؟ صعب الكلام ده؟ طيب ده النورمال اكسبيريشن اللي هو الهواء اللي بيخرج في النورمال او الطبيعي. هاجي الواد ده اقول له تقدر تخرج هواء زياده؟ تقدر؟ طب خرج كده، ما تكلمش تاني بقى خلاص. هخرج هواء زياده ازاي؟ بص معايا، انا بتنفس دلوقتي نفس طبيعي، خرج هواء زياده ده اسمه ايه؟ فورسد اكسبيريشن. طب عشان اخرج هواء زياده ده لازم الضغط جوه القفص الصدري يكون اعلى اكتر واكتر، مش مجرد عالي بس. يبقى اكيد في عضلات اخرى بتساعدني. في عضلات اخرى ايه؟ بتساعدني. هل في عضلات يا دكتور بتنقبض اثناء الفورسد اكسبيريشن عشان تساعدك؟ اه. مين بقى يقدر يفكرني ويقول لي يا دكتور يا محترم اتجاه الانترنال انتركوستال ماسل الفايبرز عامله ازاي؟ ايه؟ ايه؟ ابورد اند ايه؟ داونورد اند ايه؟ يعني راجع لورا وداخل لقدام يعني. طب ثواني بس نازله ليه؟ عارف هي نازله تحت؟ بص اتجاه الانقباض بتاع الاكسترنال حافظها لك،
اكسترنال اللي بره والانترنال اللي جوه. الاكسترنال بتعمل ايه؟ الاكسترنال يا دكتور بتخلي القفص الصدري يطلع لبره كده فتزود الحجم جواه، لكن الانترنال انتركوستال مصر الاكشن بتاعها لجوه. طب بص القفص الصدري اهو دخلته لجوه كده اكتر واكتر، يبقى حجم القفص الصدري حصل له ايه؟ بقى اقل، ولما يقل الكافيتي الضغط جواه بيزيد فيخرج مزيد ومزيد من الهواء. ده فورسد اكسبيريشن. طب ايه كمان في الفورسد اكسبيريشن؟ الابدومينال مصر. ركز معايا كده دكتور، لما اجي اقول لك خرج هواء زياده انت من نفسك هتعمل كده، حط ايدك على بطنك هتلاقي عضلات الابدومن منقبضه. طب هي ليه عضلات الابدومن هنا بتكون منقبضه؟ بكل بساطه لان يا دكتور يا محترم الابدومن ده جواه احشاء او فيسرا. جواه ايه؟ احشاء او ايه؟ بصوا هنا الابدومن ده جواه ايه؟ احشاء او ايه او فيسرا. لما حضرتك تعمل انقباض او كونتراكشن في الابدومينال المصل بيضغط على الاحشاء او الفيسرا اللي موجوده او جواه، فيضغط على الدايفرام فيطلعه لفوق اكتر واكتر، فيقل حجم القفص الصدري فيزيد الضغط جواه. ولما يزداد الضغط جوه القفص الصدري اكتر واكتر يخرج مزيد ومزيد من الهواء في الفورسد ايه؟ في الفورسد اكسبيريشن. يبقى عشان بس امرجحك شويه، النورمال اكسبيريشن عمليه باسيف، لكن الفورسد اكسبيريشن عمليه اكتف وتحتاج الى طاقه، لان هي يلزمها انقباض ماسلز او عضلات، يلزمها ايه؟ انقباض ايه؟ ماسلز او عضلات. صعب الكلام ده؟ فاهم المشكله؟ طيب في بقى كلمتين في الاخر كده لو عايز تقراهم معايا، بيقول لك خلي بالك من حاجه دكتور، مش عايز كلام، العضلات بتاعت التنفس ممكن تبذل مجهود اعلى يا دكتور اثناء الاكسرسايز، او لو واحد عنده مشكله في الرئه، واحد عنده مثلا لانج فايبروزيس، عنده انفيزيما، اي لانج ديزيز بشكل عام، وخصوصا لو هو دكتور كرونيك سموكر، تدخين بشكل مزمن ده بيعمل لانج ديزيزز متعدده، من ضمنها مثلا يعني ان المواسير يا عم تكون ضيقه بشكل مبالغ فيه، يحصل انفيزيما في الرئه وتتضرب. عارف ده معناه ايه؟ هو عادي جدا هياخد نفسه، بس هو بياخد نفسه وهو بيدخل الهواء في مواسير ضيقه فيبذل مجهود اعلى. مش بس كده، انت نورمال او طبيعي صح؟ لما اجي اقول لك في النورمال او الطبيعي لما تخرج هواء هل بتبذل طاقه؟ لان الاكسبيريشن في النورمال او الكوايت بريسنج ما هو الا ريلاكسيشن اوف الانسبيراتوري ماسل. وبالتبعيه يا دكتور لو واحد مدخن بقى والرئه عنده فيها لانج ديزيز، مشكلته فين؟ مشكلته ان اصلا يا دكتور الانسبيراتوري ماسل بتريلاكس والضغط هنا بيزيد شويه، بس الالفولاي دي فقدت الالاستيستي بتاعتها، ما بقتش عامله زي البالونه بتفش منه، لا يا دكتور فيها انفيزيما او اي مرض كان، فبالتبعيه الول ده ايه؟ مضروب شويه. فالحل ايه؟ الحل ان هو لما يجي يخرج نفسه يشغل الفورسد اكسبيريشن في النورمال. فيخرج نفسه ازاي؟ مش حد مدخن بيتنفس كده؟ وتلاقي اصلا احيانا لو الموضوع مبالغ فيه بيعمل صفير او ويزنج وهو بيتنفس. فهمت الفكره؟ يبقى المجهود بتاع عضلات التنفس ممكن يزيد اثناء اكسرسايز لو حضرتك محتاج مجهود زياده، او في اللنج ايه؟ او في اللنج ديزيز. صعب الكلام ده؟ كده خلصنا الميكانيزم وفي ايه؟ اوف بريسنج. يلا علشان هندخل على البريجرز. الساعه دلوقتي كام؟ الساعه 10 صح؟ ايوه اصبر، الساعه دلوقتي كام؟ 10 10 وربع هبدا. ايه؟ 10 و20 دقيقة. وقف التسجيل بقى فظيع، وهيضيع منك.